نبدأ على طول من عندك يا استاذ احمد. انت موافق على 250 الف جنيه كل لفظ بذيء، وايضا على العقوبات الشديده اللي هيتم توقيعها على الاسفاف، وعلى كمان المعايير اللي اصحاب الاعمال الفنيه بيقولوا لو طبقنا هذه المعايير مش هيبقى في فن ولا مسلسلات. بدايه حديث يا زوائل، انت طبعا تفضلت في بدايه الفقره ولخصت كتير من اللي احنا عايزين نقوله. 250 ألف جنيه كغرامة على العمل الفني اللي فيه ألفاظ خادشة للحياء، ده حاجة قليلة. أنا أتطرف أكثر من كده وأقول لا، بل يجب إلغاءه تماما وعدم استكمال عرضه. لا يختلف اثنين أن الأعمال الفنية بتدخل كل بيت، بس خلي بالك 250 ألف على كل لفظ، على كل لفظ. وإيه المشكلة؟ وإيه المشكلة؟ هو ليه أصلا السيناريست أو المؤلف يعني ست ألفاظ والمسلسل يقفل؟ لا، المفروض المفروض من أول لفظ، المفروض من أول لفظ. وأنت ليه تعمل عمل فيه لفظ خادش للحياء؟ إحنا 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 في حالة تدهور أخلاقي في أجيال من 10 سنين، يعني مش هقول من 25 يناير عشان ما أظلمش 25 يناير. لا، إحنا في انفلات في الدراما من أكتر من كده وأبعد من 25 يناير. النهاردة الأعمال دي بتدخل كل بيت وبيشاهدها جميع الأعمار وجميع الفئات، رجال وسيدات وأطفال وبنات. ما ينفعش إن الأعمال دي تدخل بيتي. والنهاردة المسلسلات أصبح شبه اتفاق ضمني، اتفاق ضمني أو قسم بين المؤلفين والمنتجين وكاتب السيناريو والمخرجين، إن لازم المسلسل يكون فيه رقاصة في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، لازم يكون فيه بلطجي، لازم يكون فيه ولد عاق، لازم يكون فيه امرأة خارجة. يعني الكلام ده هيفيد المشاهد بإيه؟ أنت إيه الرسالة اللي عايز توصلها للمشاهد؟ إحنا النهاردة في جيل فعلا، يعني النهاردة الشباب اللي من عمر 14 سنة إلى عمر 20 سنة و 21 و 22 سنة فعلا تشبعوا بهذا الجو البذيء. النهاردة أنت في تجمعات الشبابية لما تيجي تشوف يعني مستوى الحوار بينهم أو تيجي تشوف مناقشتهم مع بعض، لا يخلو أي جملة من لفظ خارج. ده كله هو هو تشرب منين الطباع السيئة؟ ما كانش كده، ما كانش الشباب كده، ما كانش البنات كده. مع ان صناع الاعمال الفنيه بيقول لك احنا بناخد من الشارع مش بندي للشارع. لا والله، هم اللي بيدوا للشارع، وانا بقسم بالله هم اللي بيدوا للشارع وبيدوا افكار للشارع. النهارده لا يخلو فرح شعبي، لا يخلو فرح شعبي من الترابيزه اللي عليها الخمور، من اللي عليها المخدرات، من الولد اللي قارع عريان بالفانيلا بتاعته وبيرقص بسنجه. ده شافوا فين وجابوا منين؟ لا طبعا، 250 ألف ده قليل، 250 ده انا اوقف هذا العمل فورا، مش هو ده الفن. طيب.